احنا نحمد الله عز وجل بداية على افتتاح فرع طيران ناس في المغرب الشقيق او معاودة التشغيل، لانه احنا سبق وان اشتغلنا في 2014 والان الحمد لله عاودنا التشغيل لدولة المغرب، وكان من المفترض انه يتم الافتتاح قبل 3 سنوات لهذا التشغيل من المغرب الى السعودية، ولكن للأسف مع جائحة كورونا تأخر المشروع، ولكن نحمد الله أنه رجعنا وقدرنا أنه نبدأ إن شاء الله التشغيل في رمضان بمشيئة الله. رمضان إحنا عارفين أنه يعني الموسم تزداد الحركة فيه، ولذلك حبينا أنه نضيف ساعة مقعدية في هذا الشهر المبارك، وأعتقد أنه الوكيل كمان حتى الساعة المقعدية التي أضفناها راحت انباعت. السوق ما شاء الله كبير ويستوعب السوق المغربي، سوق كبير جدا ما شاء الله تبارك. ترحبوا بهذه الخطوة ديال طيران الناس اللي جات باش تفتح واحد المكتب ديالها وتمثيلية ديالها في مدينة الدار البيضاء، وهذا تيدل بأن السوق المغربية سوق تهتموا بها شركات طيران كثيرة، والحمد لله غادي تزيد من الطاقة الاستيعابية ديال المقاعد لأن كاين طلب أكثر من العرض، ونتمنوا الله أنهم ينجحوا في هذه المهمة ديالهم وأن الأسعار تكون منافسة ومنافسة مزيانة. هادشي كي طيران الناس تنعرفوها بأن هي تشتغل في المملكة العربية السعودية، والآن فجأة فتحت هنايا الفرع ديالها التمثيلية ديالها في مدينة الدار البيضاء، ترحبوا بها في جهة الدار البيضاء الكبرى، وإن شاء الله على حسب المدير العام للشركة غادي يكونوا مازال غادي يفتحوا محطات أخرى. هذه المحطة هذه كخطوة أولى في الدار البيضاء، وغيكونوا محطات أخرين على حسب ما قال لنا الأخ المدير العام ديال الشركة. فاش تيدخلوا شركات بزاف تيكون تنافسية، ولكن اللي لاحظنا في هذا عمرة رمضان كاين طلب أكثر من العرض، داكشي علاش الأسعار ارتفعت، لأن فاش ما تيكونش الطلب الأسعار تتنخفض، دونك هذا هو السوق العالمي زعما، باش يكون الطلب أكثر من العرض ديما الأسعار ترتفع، وهذا راجع على أسباب كورونا، راجع على الحرب اللي كاينة دابا في أوكرانيا، راجع على بزاف ديال الأمور.